Oh إحدى المسلمات الجدد في اسكتلندا حكيت لي انها دعيت للعشاء عند واحدة صديقتها غير مسلمة عشان تعرفها على خطيبها. وهناك دار الحديث عن الإسلام والأخت الحقيقة اتكلمت عن الإسلام ازاي ان هو آه لم يميز ضد المرأة وان هو بيساوي بين الرجل والمرأة. فصديقتها الغير مسلمة سألتها سؤال وقالت لها طيب لما الإسلام لا يميز بين الرجل والمرأة ليه انت مغطيه شعرك بينما الرجال في الاسلام ما بيغطوش شعرهم؟ فهي نظرت لقت الخطيب المعزوم على العشاء معاها اصلع تماما. الله اعلم هو اصلع ولا هو بيحلق ودي موضه النهارده الاولاد عندهم شعر وبيحلقوه يعني موضه يبقى شكلهم كده زي اللعيبه بتوع البرازيل او حاجه. فقالت لها ايه رايك في جون؟ هل انت شايفاه اتراكتيف يعني هل هو جذاب؟ قالت لها اه طبعا جدا لها بالرغم ان هو ما عندوش شعر خالص قالت لها اه ما يفرقش معايا قالت له جون ممكن ترد عليا بصراحه لو كانت سوزان ما عندهاش شعر خالص لو كانت صلعه هل كنت هتخطبها؟ فسكت فانت شفتي بقى ازاي الشعر ده غير الشعر ده تاثير الشعر ده غير تاثير الشعر ده فالاسلام يساوي بين الرجل والمراه يعتبرهم متساويين لكن ما يعتبرهمش متماثلين لان التكوين الجسماني والنفسي بتاع الرجل غير التكوين الجسماني والنفسي بتاع المراه وده يقود ان احنا نتكلم على مساله مهمه جدا وهو ان ازاي الاسلام ساوى بين الاثنين دول الاسلام مش بس كرم المراه لا الاسلام ساوى بينهم بحيث إنه هو ما بيعاملش المراه باسلوب خاص عشان يثبت إنه هو بيكرم المراه ابدا الرجل والمراه زي بعض بالظبط في المساله ديه انا كرجل مسلم مين مثل الاعلى في الدنيا هو الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد كانت لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر طب مين كمان مين مثل اعلى ليا غير الرسول عليه الصلاه والسلام بالقران الكريم امراتين والامراتين دول حتى ما فيش يوم ولا واحده عربية ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره التحريم: وضرب الله مثلا للذين امنوا كلهم اهو رجاله وستات امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم مَبْنَةَ عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين يبقى امرأتين هما المثل الاعلى لكل الرجاله والستات المسلمين ما فرقش هنا هو ما قاليش انت عشان راجل مسلم يبقى مسك الاعلى راجل بس لا خالص ايضا الاسلام ما نفتكرش ان هو نصير المراه ضد الرجال على طول ابدا الاسلام يساوي بين الرجل والمراه والله اللي بيعمل حاجه كويسه يتقال له برافو بيعمل حاجه وحشه يتقال له عيب اذا الاسلام ايضا جعل انه المثل الاعلى لكل الكفار امراتين ايضا ربنا في نفس السوره سوره التحريم بيقول: ضرب الله مثلا للذين كفروا كل الذين كفروا يعني رجاله وستات. امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يعني اذا المثل الاعلى لكل المؤمنين اثنين ستات، والمثل الاعلى لكل الكفار اثنين ستات. ده يقودنا للكلام بقى كمان على مسألة الخطاب الذكوري لأن بعض الناس حبت تثير شبهة حول الإسلام أن القرآن فيه خطاب ذكوري الكلام كله للذكور الذكور الذكور وكأن ما فيش ستات في العالم الله طب والآية دي يعني أنا جايبها من عندي إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم كلهم أهو، رجالة وستات، مغفرة وأجرا عظيما. والآية اللي بعدها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لَهُمَا الخيرة من أمرهم يعني إذن القرآن هنا بيخاطب الرجال والنساء والأجر واحد والثواب واحد والمسؤولية أيضا واحدة إذا كان ربنا ورسوله اختاروا شيء وقرروا شيء ما ينفعش لا للرجال ولا للنساء أن هم يختاروا ولابد أن هم يطيعوا هم الاثنين إذن الخطاب هنا موجه للرجال وللنساء ولكن هل احنا متخيلين يكون القرآن كله بهذا الشكل كل ما ربنا يقول المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات في الحالة دي هنفقد خاصية من أهم خصائص القرآن الكريم البلاغية وهي الإيجاز الإيجاز يعني بأقل عدد من الكلمات يؤدي أكبر عدد من المعاني وفي اللغة العربية وفي كثير من اللغات الخطاب المذكر يشمل خطاب الرجل وخطاب المراه دايما هنا بحب اضرب مثال باغاني عبد الحليم حافظ لما كان يغني ويقول يا حبيبي طبعا الطبيعي ان عبد الحليم حافظ كرجل ان هو يقول يا حبيبتي ولكن هو اذا غنى الاغنيه بصيغه المؤنث يبقى ما ينفعش يسمعها الا الرجال فقط انما لما يغنيها بصيغه المذكر يقول يا حبيبي في الحاله دي الرجال ممكن تسمع والنساء ممكن تسمع ان الخطاب المذكر فيه اللغة يشمل الجنسين أيضا هناك عندنا أمثلة كثيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب فيها الرجال والنساء بالخطاب المؤنث والخطاب المذكر أيضا مع بعض ربنا سبحانه وتعالى بيقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم الاثنين ذكور إناث أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ده يقودنا بقى للكلام ايضا عن مساله القوامه. الرجال قوامون على النساء. هنا بقى عملت مشكله، الله طب اشمعنى الرجال يبقوا قوامين على النساء؟ لا خلينا نقرا الايه كلها على بعضها ما ينفعش ان احنا نجتزئ من السياق. ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بايه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، يعني الرجال بيقوموا باداء خدمه الحمايه والانفاق للنساء قوامونا يقومون علينا يعني بيخدمونا الرجال بيقدموا هم الليدرز هم الـ الـ الرؤساء لان بيقدموا خدمه الحمايه وخدمه الانفاق طب ولو راجل ما بيقدمش خدمه الحمايه والانفاق يبقى ايه الوضع يعني لو لو واحد عاطل ما بيشتغلش وفي نفس الوقت هو يعني سكري طول النهار شارب خمره ولا بيقدم حمايه ولا بتقول المراه هي اللي قايمه بكل حاجه بتشتغل بتجيب الفلوس بتعمل بتوفر طلبات المنزل وهي في نفس الوقت لو حصل اي اعتداء على البيت او غيره هي اللي بتتصدى لهذا الامر القوامه تكون لمين العلماء قالوا طبعا للمراه اذا القوامه ملهاش دعوه بالجنس بالذكوره او الانوثه الرجل الطبيعي بتاعه يكون هو رئيس الاسره ويكون بيقدم الخدمتين دول الانفاق والحمايه انا دي الحقيقه اعترض عليها بعض النساء في امريكا فضربت لهم المثال دوت وبضرب المثال ده دايما في حتى اكثر البلاد علمانيه في, في العالم قلت لو واحد ومراته مع بعض في غرفه نومهم وسمعوا صوت في خارج الاوضه والمفروض انه فيش حد في البيت ده معناه ان في حد كسر باب او شباك ودخل جوه في حرامي جوه في حد دخل البيت في الحاله دي هل ينفع ان الراجل يقول لمراته قومي شوفي يمين بره فطبعا بيضحكوا باستمرار طيب يعني اذا الطبيعي ان المراه هي اللي تقول للراجل قوم شوف في مين بره ايضا الاسلام لم يعتبر المراه هي المسؤوله عن خروج الجنس الادمي من الجنه ما اعتبرش ان المراه هي المسؤوله عن وجودنا على كوكب الارض نتيجه خطا حصل منها او انها اغرت زوجها بانه ياكل من الشجره المحرمه بالعكس في الاسلام آه الرجل والمرأة مع بعض آدم وحواء مع بعض مسؤولين عن هذا الخطأ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم وناداهما هما الاثنين ربهما هما الاثنين ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وَأَقُلْ لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فالتحذير جه من ربنا والنداء جه من ربنا لهم هما الاثنين مع بعض وهما الاثنين أيضا تابوا قالوا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فالشيطان ضحك عليهم هما الاثنين وربنا حذرهم هما الاثنين وهما الاثنين تابوا فالإسلام ساوى بين آدم وحواء في المسؤولية في مسألة الخروج من الإيه؟ من الجنة كتير من الناس أيضا هاجموا الإسلام بسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه النساء ناقصات عقل ودين دي الحقيقه احنا عايزين نفهمها وعشان نفهم حديث او شيء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لازم نفهم الموقف اللي اتقال فيه. سيدنا عمر بن الخطاب رجع بيته في يوم من الايام وبيقول حاجه فزوجته رجعته في الكلام جدلته فقال لها ايه ده يا امراه انت ازاي تجادليني؟ قالت انت ازاي اصلا تزعل من حاجه الرسول عليه الصلاه والسلام ما بيزعلش منها. قالها الله هي حفصه رجعت زوجها في الكلام جدلته في الكلام لها اه طبعا هو سيدنا عمر بن الخطاب حمى الرسول عليه الصلاه والسلام السيده حفصه زوجة الرسول عليه الصلاه والسلام فانطلق الى بيتها خبط على الباب فتحت الا انت بتجادلي زوجك بتراجعيه في الكلام قالت له اه فلسه هيمد هي ايده عليها او هي هيعاقبها فقلت له انت ازاي تزعل من حاجه جوزي نفسه ما يزعلش منها الحاجه الثانيه هو رسول الله فلا لا الموضوع ما يتسكتش عليه خدي لي بقى اذن انا عايز اقابله انا مش قادر مخنوق يعني فدخل على الرسول صلى الله عليه والرسول صلى الله مبتسم وقال له اجلس يا عمر مالك والنساء يعني انت عامل مشاكل ليه مع الستات في المدينه قال له يا رسول الله نحن كنا قوم في مكه نحكم بيوتنا احنا كنا يعني الراجل راجل في بيته وبعدين جينا هنا إلى المدينة مجتمع مختلف شوية مجتمع فيه زراعة وفي غير مجتمع مكة اللي يمكن يكون أقسى شوية فنساءنا تعلموا من أدب نساء الأنصار بقى في شيء من الحرية زيادة شوية في البيوت فالرسول عليه الصلاة والسلام حب يعالج المشكلة دي فيه وقال له ومن المرأة يا عمر أليست المرأة أمك وانت مش أمك امرأة طبعا المكوية يحترموا الأم جدا وينزلوها منزلة عالية. فقال له نعم يا رسول الله. قال له أليست المرأة أختك؟ يعني أختك الكبيرة. طب ما هي امراة أيضا وأهل مكة أيضا يعتبروا آه الـ 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 الأخت الكبيرة زي الأم بالظبط. فقالوا له بلى يا رسول الله. قال يبقى الموضوع مالوش علاقة براجل ولا ست؟ هنا بقى الإسلام دائما يتعامل مع الطرفين. ففي نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ان كل النساء يحضروا صلاة العيد حتى الحيض حتى اللي عندهم الـ الـ الدورة الشهرية بتاعتهم ييجوا يعتزلوا المصلى ولكن لابد ان في ميتنج مهم في مقابلة هتتم معاهم راح الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد الى مصلى النساء بعد ما خلص الخطبة بتاعة العيد اللي كانت للكل راح للنساء فقط لوحدهم في المصلى بتاعهم وقال لهم ايه يا معشر النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن يعني إيه يعني يا ستات ياللي ناقصين العقل والدين ما شفتش حد يقدر يتحكم ويلعب بعقل الرجل مهما كان رجل جامد قوي حازم قوي أكتر من الواحدة فيكم هنا الموقف ده موقف إن صلى الله عليه بيوجه إهانة ولا بيوجه اطراء ده بيقول لهم بكل اللي فيكم ده لكنكم تقدروا تلعبوا بمخ ارجى الراجل اذا هو في اطراء عليهم بل رفع لهم حتى فوق مستوى عقل الرجال ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام ايضا عايزين نلاحظ ان هو الكلام ده كان يوم العيد وليس من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم انه هو هيعنف حد او هينكد على حد يوم العيد ولا ف... ولا عموما كان بيضايق بي... حد، ولا يقول لحد كلمه بايخه. لكن كان يوم العيد فنقدر نقول ان ده كان فيه ملاطفه بينه وبينهم. بالنسبه لهم هو زي ما نقول كده عمه اللي بيتقبل منه الهزار، والرسول عليه الصلاه والسلام كان يمزح كثيرا ولكن ما كان يقول الا حقا. هنا بقى هم قالوا له اه ازاي بقى تقول هذا الكلام؟ وطبعا تعاليم النبي كلها كان فيها مساواه بين الرجال والنساء ازاي تقول ان احنا انقص في العقل والدين فقالوهم اليست شهاده المراه مثل نصف شهاده الرجل الامر الثاني ايضا نقصان الدين قال لهم طيب واذا حاضت لم تصلي ولم تصم يعني وقت ما يكون عندها الفتره الشهريه بتاعتها مش ما بتصليش وما بتصومش فهذا ليس نقصان في الدين بمعنى انها اقل من الرجل ولكن التكاليف اللي هي مكلفه بيها بتبقى اقل من التكاليف المكلف بيها الرجل. اذا المساله مش مساله مين رجل ومين ست، مسألة مساله ان الشريعه الاسلاميه ما بتتركش فرصه ان حد يتظلم اطلاقا. يبقى لازم نفهم ان الاسلام ساوى بين الرجل والمراه لكن لم يماثل بينهما التكوين الفسيولوجي التكوين الجسماني والنفسي للرجال يختلف عن النساء إذن الإسلام يعتبر أن الرجل والمرأة بيكملوا بعض وده أهم حاجة أن النساء والرجال ما يحاولوش يتنافسوا مع بعض وكل واحد يثبت أنه أحسن من التاني لأ في حاجات كتير قوي الرجالة بيعملوها أحسن من الستات وحاجات كتير قوي الستات بتعملها أحسن من الرجالة إحنا بنكمل بعض مش جايين عشان نتنافس مع بعض أصل الكرم صفة من صفات اللي خلق كرم نساء بالمعجزات منهم صور ومنهم آيات تحكي حياة الطيبات وتوعد لهم بالطيبين ونعيم كتير بس اشترط للمؤمنين والمؤمنات فكرك نسيهم رب العباد لو كل خلق الأرض نسيوا ما ينسى رب الأرض والسماوات أطهر نساء المؤمنات